السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بتلاميذ مستوى ثالث إعدادي في هذا الجزء الثاني من فيديوهات التي أقدم فيها درس المتجهات والإزاحة. إذن في الجزء الثاني غادي نشوفه مجموع متجهتين ثم تطبيق لذلك. إذن تعريف أولا، لتكن A B و A D متجهتين لهما نفس الأصل، كما كتلاحظوا عندنا A يعني لهما نفس الأصل، هما في الشكل ها A B ثم عاديه عندهم نفس الاصل. المجموع ديال المتجهتين هو عباره عن متجهه. مجموع المتجهتين ا بي و ا دي هو متجهه ا سي. شوفوا معايا مزيان، هي واحد المتجهه ا سي، ولكن شنو خص يكون؟ خص يكون عندنا ا بي سي دي متوازي الاضلاع. ا بي سي دي متوازي الاضلاع. الا ما كانش ا بي سي دي متوازي الاضلاع، راه ما غاديش نقدر نقول ان ا بي زائد ا دي كتساوي ا سي. نتمنى تفهموني مزيان، شوفوا معايا مزيان بعدا شنو المعنى ديال المجموع ديال المتجهتين. إذا المتجهة هي واحد، نعتبرها بحال واحد الوسيلة كتنقلني من نقطة لنقطة أخرى، متفقين؟ إذا إلا اعتبرنا مثلا هاد النقطة هي نقطة الانطلاق، بغينا نستعملوا واحد المتجهة مثلا إي، وعندنا واحد المتجهة مثلا في. إلا اعتبرنا هذه هي نقطة الانطلاق، إلا استعملنا المتجهة إي غنديروا لها إزاحة غتوصلنا هنا. إذا هي إي، ياكل لأن عندها نفس الاتجاه نفس المحل نفس المنظم. ثم من دابا انطلقت من هناك، هذه هي نقطة الانطلاق. دابا راني واصل هنا باستعمال المتجهة الأولى، وصلت لهنا. الآن نستعمل المتجهة الثانية في، هذه راهي في لأن عندها نفس المحل نفس المنظم نفس الاتجاه. إذا منين انطلقت وفين وصلت؟ باستعمال المتجهتين. انطلقت من هنا وصلت هنا، إذا المجموع ديالهم هو هذا. صحيح؟ هي دبل في. إذا في هذا الشكل عندنا دبل في كتساوي في يو زائد في، صحيح؟ راه واخا تجمع حتى 20 متجهة مثلا، إلا قلت لي هاد المتجهة زائد هاد المتجهة زائد هاد المتجهة راه كتساوي هاد المتجهة بكل بساطة. إن هاد المتجهة إلا 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 جمعنا هاد المتجهة أ مثلا زائد بي مثلا زائد سي مثلا، لاحظوا غادي ننطلقوا من هنا، أ توصلنا هنا وبي توصلنا هنا وسي توصلنا هنا. إذا التكافؤ ديال هاد المتجهات بثلاثة هي هاد المتجهة مثلا نسموها دي. إذا المتجهة دي كتساوي المتجهة أ زائد المتجهة بي زائد المتجهة سي كتساوي دي، لأن دي وصلتني من هنا لهنا، وهادو بثلاثة داروا نفس الدور. إذا لأن علاش أنا قلت لكم متجهة اعتبروها شي وسيلة كتنقلك من نقطة لنقطة. إلى هاد المتجهة نقلتني من هاد النقطة لهاد النقطة، راه أي مجموع ديال المتجهات اللي كيوصلني من هنا لهنا راه كيساوي هاد المتجهة بكل بساطة، متفقين؟ مثلا إلا اعتبرنا هادي نقطة الانطلاق وهادي نقطة الوصول، هاد المتجهة زائد هاد المتجهة زائد هاد المتجهة زائد هاد المتجهة كتساوي هاد المتجهة زائد هاد المتجهة. إن هاد الأربعة المتجهات داوني من هاد النقطة أ للنقطة بي، وكذلك هاد جوج متجهات داوني من أ لبي. إذا المجموع ديال هاد الزوج كيساوي المجموع ديال هاد الأربعة، وكيساوي كذلك هادي غير هادي بوحدها، لأن حتى هي داتني من أ لبي. إذا باش كتعرف جوج متجهات واش متساويين ولا لا، اللي كتستعمل دوك المتجهات كدير لهم إزاحة وتستعملهم كتشوفوا واش كينقلوك من نفس النقطة إلى نفس الطرف، مزيان؟ إذا علاقة شال علاقة بسيطة جدا، لاحظوا معايا مزيان، علاقة شال كتجسد فيها هذا الشيء اللي كنت نشرح من قبيلة. مثلا عندنا أ و بي و سي ثلاث نقط كما كتلاحظوا في الشكل، لدينا أ بي هذا المتجه أ بي زائد بي سي هذا المتجه بي سي، واش كتساوي؟ إذا طبقتوا غير الشيء اللي شرحت لكم دابا قولوا لي شنو غتساوي؟ أ بي زائد بي سي وشنو داروا؟ نقلوني من النقطة أ للنقطة سي، إذا شنو غتساوي؟ غتساوي ا سي ديريكت، لان حتى ا سي غتنقلني من ا سي كما كتلاحظوا. اذا علاقه شال كيفاش نطبقها؟ اسمع لي مزيان، الا ما كانش عندي هاد الوضعيه هذه كما كتشوفوا دابا حداكم راه ما نقدرش نطبق علاقه شال. شوف، خاص تكون هاد النقطه الطرف ديال هاد المتجهه هو الاصل ديال هاد المتجهه، وخاص يكون زائد. مثلا غنقول لك مشيت من وجده للناظور ومن الناظور للحسيمه، يعني مشيت من وجده للحسيمه ديريكت. هذا هو المعنى ديال علاقة شال، يعني بلا ما نقول مشيت من أكريم بركان ومن بركان كازا، نقول مشيت من أكريم كازا ديريكت. إذا أ بي زائد بي سي كتساوي أ سي، متفقين؟ إذا في التطبيق غتفهموا مزيان. إذا كتمرين التطبيق حاول توقف الفيديو وتخدم هذا التمرين هذا، ومن بعد نتلاقاو في التصحيح إن شاء الله. إذا الآن التصحيح، شوفوا الله يرضي عليكم، اللي كتبغوا تبسطوا واحد التعبير ولا تحسبوا واحد المجموع ديال المتجهات ولا إلى غير ذلك، حاولوا أولا تفكروا في علاقة شال واش ممكنة. إلا ممكنة علاقة شال خدموا بها أحسن لأنها سهلة. الا ماشي ممكن استعملوا الشكل اللي عطاوكم ولا المعطيات اللي عطاوكم ولا العلاقات اللي عطاوكم. اذا غنشوفوا هنايا واش نقدر نستعمل علاقه شال. هذه كتكمل باف وهذه كتبدا ب، اذا ما يمكنش نطبق علاقه شال في هذه الحاله. الا غيرت لهم المكان يعني او اش زائد او اف نفس الشيء، ما يمكنش نطبق علاقه شال.
تولي او اش زائد او اف او اش كتكمل باش وغادي تبدا ب او. اذا ما غاديش نقدر نطبق علاقه شرط ولهذا غنستعمل متوازي الاضلاع. اذا شوفوا معايا مزيان في متوازي الاضلاع او اف زائد او اش كتساوي او جي لانه متوازي الاضلاع مباشره كتساوي او جي. الا قلت لكم مثلا اف او زائد اف جي اش كتساوي؟ كتساوي اف اش. علاش؟ إن إلا قلنا اف او زائد اف جي، اف جي نجي بالإزاحة هنا غتولي هي او اش، بحال إلا قلت اف او زائد او اش يعني هي اف اش مباشرة. إلا قلت لك جي اش زائد جي اف هي جي او مباشرة. إلا قلنا اش او زائد اش جي هي اش اف. يعني إلا عندك متوازي الأضلاع عندك الحق تجبد هاد ربعة العلاقات. إلا عندك متوازي الأضلاع كتبوا لك في التمرين متوازي الأضلاع عندك الحق تكتب هاد ربعة العلاقات. او اف زائد او اش كتساوي او جي، اف او زائد اف جي كتساوي اف اش، اش او زائد اش جي كتساوي اش اف الى غير ذلك. نجيو هنا، هنا الا كتلاحظوا اش اش يعني نطبق علاقه شارل يعني ديريكت هما كتساوي او جي صحيح، يعني هنا بلا ما نفكر علاقه شارل مباشره. الوغ السؤال زوج بي و كي و ار و اس اربع نقاط بحيث بي او ناقص كي او كتساوي بي اس زائد بي ار. الوغ بين ان الرباعي بي اس كي ار متوازي الاضلاع. اسمع مزيان لهذا السؤال غتلقاه بزاف المرات. كي غادي دير تبين ان بي اس كي ار متوازي الاضلاع كاين جوج حالات، إما تلقى بي اس كتساوي ار كيو، تلقى بي اس كتساوي ار كيو، راه طلع جوج مرات باش تعقل، وإما تلقى أن بي كيو كتساوي بي اس زائد بي ار، غير من السمية كتجبد جوج علاقات. شوف إما تلقى بي اس كتساوي ار كيو تجي ياك، وإما اسمع من هنا تجبدها بي مشي عند الوسطانية بي كيو كتساوي بي اس زائد بي ار، متفقين؟ مزيان. الور حنايا واش غنخدموا بهذه ولا بهذه؟ مادام عندي بي اس زائد بي ار هي اصلا مكتوبه نحاول من هنا نجبد بي كيو مباشره. الور الا بدينا بهذا الا حسبنا هذه شنو غنلقى؟ بي او ناقص كي او كتساوي بي او زائد، لان قلنا ناقص كي او هي زائد او كي، طبقت القاعده اللي شفناها في الفيديو الاول. الور عندي او او نقدر نطبق علاقه شرط يعني تساوي بي كيو كما كتلاحظوا، وقالوا لنا بانما هذه كتساوي بي اس زائد بي ار. طبعا في المعطيات قالوا لنا بانما هذه كتساوي بي اس زائد بي ار. مزيان، اذا دابا لقيت هاد العلاقه بي كيو كتساوي بي اس زائد بي ار، كيفاش غادي نسمي متوازي الاضلاع؟ اذا بي اس كيو ار متوازي الاضلاع من هنا، بي اس كيو ار متوازي الاضلاع، يعني الا عندك علاقه تقدر تجبد متوازي الاضلاع. اذا بي اس كيو ار متوازي الاضلاع. مثلا الا كان عندنا، شوف معايا مزيان، كان عندنا او اف كتساوي او ا زائد او بي، شكون هو متوازي الاضلاع؟ غير من هنا نجبدو شكون هو، هو او ا اف بي، او ا اف بي، هذا هو متوازي الاضلاع. اذا خصكم الله يرضي عليكم من خلال هذا الفقره هذه تعرفوا كيفاش تجبدوا العلاقات من متوازي الاضلاع، وكيفاش من علاقه تقدروا تستخرجوا كذلك متوازي الاضلاع. اذا اللي ما فهمش يعاود الفيديو جوج مرات ثلاثه، لان هذا شيء مهم جدا. هادو هما الاساسيات نتاع هذا الدرس هذا، الا فهمتوه ان شاء الله غيكون الخير مستقبلا. الا ما فهمتش الاساسيات غادي تلقى بعد التعثرات مستقبلا. إذا نتمنى تكونوا استفدتم معايا من هذا الفيديو الثاني، نتلاقاو إن شاء الله في الفيديو الثالث. تحياتي والله يعاونكم.